هل يجوز أن يتفرغ الإنسان للعبادة من صيام وصلاة وتهجد وينقطع عن الناس ويرفض الزواج؟ لا، هذا لا يجوز، إنه يرفض الزواج ولا ينقطع عن الناس إخوانه المسلمين ولا يشدد على نفسه في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.